لم يدرسها ولا يعمل في سلكها، لكن معلم اللغة الإنجليزية صار الخطاط الأكثر شهرة في جبل نفوسة وخصوصا في كابا وفرصطة. أحمد العزابي الخطاط الهاوي الذي لطالما تزينت جدران الجبل بخطه، ها هو اليوم يقيم معرضه الفني الخاص في إحدى المدارس. الخط هو مجرد هواية، مجرد هواية فقط. وأين نشاهد، وين نشاهد طبعا الخطوط، يعني نأخذ نقتبس منها ونأخذ ونقلب في نفس الخطوط اللي نشاهدها في أي مكان. طبعا الهواية هذه بدأت طبعا عندي ممكن من 1980. خطوط مختلفة مثل الكوفي والثلث وغيرها تعبر عن مهاراته في هذا الميدان الذي قل مبدعوه بعد مسيرة استمرت لنحو 40 عاما. الناس خيرة، الناس طيبة، حسنة، واللي بتعاون معك حسنة بتشجع طبعا، بديهية وطبيعية طبعا بتشجع الشيء هذا. وان الناس اللي يعني واعية يعني تستنبط الشيء هذا وحسنة ممكن بتشجع وبتزيد بتدعمك حتى الدعم. ليس العزابي استثناء، فجميع الموهوبين والمبدعين في ليبيا لم يتلقوا الدعم الكافي الذي يجعل لهم بيئة إبداعية إنتاجية لأسباب كثيرة ومتفاوتة، لكن الموهبة القوية لابد لها أن تظهر واضحة وعالية مثل لون الشفق في السماء.